كان من أكفأ وأجمد وأجمل الجنود السابقة في العراق، بس اتلفقت له كده قضية عناب، فاضطر ان هو يهرب ويلف بلاد لغاية لما رجع كوريا تاني بشكل متخفي، وبدأ يشتغل أي شغلانة حرفية بعيدا عن أي سياسة وقضية. فكان عايش في هدوء ومتصالح مع ذاته لغاية لما حصل موقف شقلب له حياته. كان بيعلق لوحة على مبنى وقفش مرشح سياسي خلبوس مع واحدة، فالخلبوس ده لما لاحظ اتصل بمراته اللي عارفة ان هو بيخونها الجحدة، وقال لها ان في شخص شافه ودي هتبقى فضيحة بجلاجل في المجال السياسي، فتصرفي. مراته دي بقى ست عظمة وجبروت، بعتت كذا محاولة ان هم يجيبوا رقبة البطل، بس الحقيقة هما بيروحوا وما بيرجعوش بأي حال خالص، ولا كرامة ولا هيبة، اتفحتوا. البطل بقى مسكتش على كده، لما عرف مين السبب قام طبع عليه في البيت على طول. ايه يا ولية مالك بيا، ابعدي عني عشان دي بالنسبة لك تحذيرتك الاولانية، اما التانية فانا ما بشوفش قدام عناية. وكان ردها هو دخل الحمام يا حبيبي زي خروجه، وقامت لما عليه الحراس وقعدت تهدده بمنتهى الألطة والأنفة، بتقول لهم خدوه وما تعذبوهوش قوي، اقتلوه على طول حرام. قبضوا عليه وتحس ان الموضوع خلاص انتهى، مفيش نصاية ورجع لها تاني، لان في الفترة دي كانوا حراسها اتسحلوا حرفيا. مش بس كده، ده طلع زارع كاميرا وصور تهديدها ليه واللي بيحصل له صوت وصورة كل حاجة تورط الأمورة، ولا لو ما خرجتش من هنا سليم انا زبطت الموضوع خلال 24 ساعة، التسجيل دوت هيلف على كل وكالات الاخبار العالمية وبقوا سلمولي على سمعتكم السياسية، دي هتبقى لولبية. فهي جابت ورا كده وخلته ياخدها رهينة عشان يخرج بأمان. اكتشف ان الست دي محدش طايقها في الوسط السياسي اصلا، وان في مرشح رئاسي ابن جنية ضد جوزها بعد بلطجية يشقلبولها العربية اياكش تموت ويخلص منها، لكن البطل في الاخر بعد مطاردات عارف ينقذها، ومن ساعتها لمع في عينيا، قصدي لمع في عينيها، قررت ان هي تشغله معاها. في الاول رفض، لكن لما عرف عدوها اللدود ابن الجنية مرشح الرئاسي التاني افتكر ذكريات زمان ورجعت له روح الانتقام. بعدها يتعاون بقى مع الست الجبروت دي ان هم يخلصوا على المرشح الرئاسي ابن الجنية اللي ضدهم. المهم هيروح الشركة بتاعتها وهي اكبر شركة امن في كوريا، وهيثبت نفسه هناك، وهيخلوه يراقب واحدة اسمها انا، وهي بنت زوج الست الجبروت دي، وهي واخدها رهينة من زمان وبعدها عن باباها عشان الاعلام ما يفضحش جوزها ان ليه بنت مش منها، وكمان تبقى لاوية دراعه ومشياء على القلب، لانه متأكد مليون في المية ان هي ممكن تقتل بنته زي ما قتلت مامتها. ومع الوقت البطل وانا علاقتهم هتتطور وهيحبوا بعض. في الوقت ده البطل اكتشف كمية الفساد اللي موجودة في اغلبية السياسيين وقد ايه هم ممثلين جبارين. يعني مثلا لما العربية اتقلبت بيه هو والست الجبروت دي، جوزها ما كانش سائل عنها اصلا، وطلع قدام التلفزيون ان هو كان سهران معاها طول الليل في المستشفى، وانه مش هيسكت على اللي بيحصل دوت، وان ده هجوم ارهابي، وعمل شو فظيع. ومرة لقى ان الخلبوس ده مأجر ناس في مؤتمر ترمي عليه بيض، وهو ما يعملهمش حاجة على اساس ان هو متفهمهم ومتقبل ارائهم، وان هيعمل المستحيل عشان يرضي الشباب.
ومن الناحية التانية الست الجبروت دي هتزيد ثقتها في البطل عشان انقذها من مكايد عيلتها وهم بيحاولوا يستولوا على الميراث بتاعها، وهتعرفوا على مكان سر بتاعها اسمه المراية، وهو عبارة عن موسوعة تضم كل المعلومات عن اي شخص في العالم. هي قادرة وجبارة من شوية، وهيكون هو الوحيد اللي مدياله السلطة انه يستخدمها. بدأ بقى في الأحداث يظهر أخو الست الجبروت دي، وده يعتبر من أوطى خلق الله، وهو نفس العم العاقل اللي في مسلسل لي منه الملك، وطالع في الحالتين طمعان في أخواته وعايز يتخلص منهم، في نفس الوقت أخته عايزة تبيده من على الكوكب، حاجة في قمة الترابط الأسري. فأخو الست الجبروت ده حاول يستغل آنا ومثل إن هو الأب الروحي وهيساعدها في الانتقال، خلاها تطلع تقول إن هي بنت المرشح الرئاسي. عيني عينك في الإعلام. تقوم الست الجبروت دي هي وجوزها يعملوا أحسن أداء درامي قدام الكاميرات، لدرجة إن هما هيسوقوا سمعة مامة آنا إن الست دي كانت حبيبة المرشح الرئاسي زمان وخانته، بس خلفت منه بنت، وهي اضطرت إن هي تربي بنت طول الفترة دي كلها في الخفاء مش بنتها، عشان تقف جنب جوزها وتحميه. جو صعبانيات ايه. فالمهم ان انا اي محاولة عملتها ضدها بقت بالفشل. في الفترة دي كلها حصلت مشاكل وصراعات سياسية وهجوم وضرب واكشن وكل حاجة، بس اهم الاحداث ان البطل راح للمرشح الرئاسي ابو انا وقال له انا مستعد ان انا اخلصك من نظيرك ابن الجنية ده، وكمان اخو الست اللي انت متجوزها، بس بشرط تصلح علاقتك بانا وتبقى اب بقى محترم كفاية فجر بقى. بعدها على طول البطل حاول ياخد فلاشة عليها فضايح للمرشح الرئاسي ابن الجنية ده وناس تانية معاه في تجارة السلاح، لكنه في المهمة دي اتصاب اصابة خطيرة جدا، لكن الست القوية دي لحقته وخدته وعالجته وخبته من الناس عشان محدش يأذيه، وهي فعلا كانت متعلقة نوعا ما بيه. الاخ العاق عبقري زمانه هيعمل خطة غبية بالاتفاق مع المرشح الرئاسي ابن الجنية ان هو يجيب قنبلة وينزلها في غرفة المراية ويزبطها الوقت ان هو يتناقش فيه مع اخته ان هي تتنازل عن حاجات كتير وتسلم الفلاشة اللي عليها الفضايح. في الوقت ده البطل كان ادى الفلاشة دي لجوز الست الجبروت، وكان هيعرضها لسه على الاعلام وكله تمام، كانوا خطفوا بنته انا. بطل في الوقت ده كان متمرمط مرمطة ما بعدها، بس الحركات دي بالنسبة له برضو شكليات، وانقذ انا في الاخر. يشاء المخرج بقى ان هو يجمع الابطال في غرفة المراية دي، والاخ العاق ده الجنونة تاخده ويضرب اخته بالنار، واتفاجئوا كلهم ان المرشح ابن الجنية ده قطع عليهم الكهرباء بالاسانسير عشان يتفجروا كلهم ويخلص من العيلة بنت الستين في سبعين دي. في الوقت ده الست الجبروت قالت لآنا الحقيقة ان هي ما قتلتش مامتها، ولما جوزها عرف بالموضوع ده فراح قال لها انت ما قلتليش ليه كده من الاول وسايباني كل ده فاكرك قتلت قتله. فراحت قالت له عشان انت بدات تكرهني وتبعد عني، فحسيت ان انا لما خوفك هتسمع كلامي، خاصه ان انا اتحددت العالم كله واهلي واتجوزتك غصب عنهم، وكلهم كانوا بيقولوا ان انت فاشل وحاولت تصنع منك حاجه ناجحه حتى لو كنت في الحقيقه بلا فائده. قال لها على فكره انت غبيه قوي. قالت له فعلا حقيقه انت ما كدبتش. البطل فجأة نزل لهم بحبل من الأسانسير عشان النور كان قاطع وحاول ينقذهم، لكن الأخ العاق هددهم بالسلاح وإن هو لازم اللي يتنقذ الأول، ولما طلع قام قطع لهم الحبل ده عشان كلهم يركضوا في سلام. لكن البطل قال لهم لو إحنا ركبنا الأسانسير وحد من الأمن فوق قطع الحبل هننزل لأدوار تحت وفي فرصة كبيرة إن إحنا ننجو. طلع بقى في دماغ الست الجبروت إن هي عايزة ترتاح وتموت هنا، كفاية عليها الحياة دي قوي.
هل ياخدوها بالغصب وينقذوها؟ لا، احترموا رغباتها والأندال جريوا وركبوا الأسانسير وسابوها. لكن للحظة جوزها قال لأنا، أنا عمري يا بنتي ربيتك ولا شفت من وشي حاجة؟ قالت له لأ. فرح قال لها خلاص عيشي كده، وقام قافل عليهم الأسانسير ورجع عشان يموت مع مراته في مشهد مؤثر جدا بيبين قد إيه هما بيحبوا بعض، خاصة لما قال لها ينفع تبقي رفيقتي في العالم الآخر، في مشهد كله نكد. والبطل والبطلة والسكرتيرة اللي كانت معهم في الأسانسير عرفوا ينجوا. المهم ان البطل قدر يخطف المرشح الرئاسي ابن الجنية دوت وخلاه ينتحر بالعافية لانه مهدده بفلاشة كده ميت. وسكرتيرة الست الجبروت دي قتلت اخوها العاق، وده كانت احسن حاجة حصلت في المسلسل. وانا فضحت الفلاشة دي على الانترنت وثابت السياسة وسافرت مع البطل يعيشوا أحلى حياة في أسبانيا. حلوة أسبانيا يا جماعة. القناة دي عن الكي بوب وأي حاجة تخص كوريا، والحساب دوت بيعمل تقارير عن المسلسلات الأسيوية. أما القناة دي فبتدي دروس في اللغة الإنجليزية والفرنسية وكمان في الطبخ. أما عن أسامي فانز الجميل مريم حيدر، نانسي وليد، جنة محمود، سهيلة علي، منة، يارا، مريم، ابتسام، محمد صالح، ملك. اما عن الرسائل فمنا بتقول لصاحبتها منار كل سنة وانت طيبة ووحشاني جدا نفسي اشوفك. اما يارا بتقول لصاحبتها هيا كل سنة وانت طيبة وكل عام وانت بخير، واسفة جدا ان انا ما قدرتش احتفل بيكي، وشكرا على كل الذكريات الحلوة اللي احنا صنعناها مع بعض. وملاك بتقول يا جماعة ادعولي ان انا انجح واتوفق في حياتي. في حساب تاني بيقول يا جماعة بالله عليكم ادعوا البنت ربنا يرزقها بالمجموع العالي في الثانوية العامة ويرزقها بالكلية اللي تفرح قلبها وقلب والدها. ودالفين بتقول ان هي بتحب ذي، وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عودة من صفحة كوريا أن.